السر الخامس، تأسيس يسوع سر الإفخارستية. نتعلم منك يا مريم فنحفظ ونتأمل تأسيس سر الكربان المقدس، سر المحبة والوحدة. نستنير ونتقوى به، وهو يعطي ذاته لأحبائه ويوحدهم كلهم في ذاته، فنتغذى بهذا السر لنحيا معا وفيه وبه متحدين مع كل المؤمنين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Ave Maria, grazia piena Dominus tecum, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia piena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ia codisa Maria, ia validata Allah, soli liacina anem chitam, el anem sa Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. والابن والروح القدس. اطلبوا من العذراء مريم امنا الازليه ان تحمي بلدكم لبنان، بلد القداسه والقديسين، من كل شر، فيبقى مظهرا امام العالم ونور المسيح غايه اعينكم وضمائركم، فيظهر دائماً ليذكركم بأن بناء الأرض لا يأتي كاملاً إلا بعيون شاخصة نحو الملكوت وأفواه لا تتكلم إلا يسوع المسيح.
يا بابا يوحنا بولس الثاني بكلامك. مباشرة لرسالة أبائنا غبطة أبائنا البطارك بيسقوا بالرب يسوع ويعني بيتأكدوا على أنه الرب يسوع ما بيتركون. لذلك كل ما اجتمع الشباب بلقاءات شبيبة من كل العالم هيدا يعني مناسبة أو فرص كتير ثمينة حتى تخلي هالشاب والصبية بيعرفوا انه هن موجودين بكنيسة جامعة يعني بتضم كل شعوب الارض وانه الكل متحدين بالايمان الواحد بالرغم من اختلافهم. البابا يوحنا بولس الثاني كان عنده هالجرأة ان ينظم اليوم العالمي للشباب اول مرة. كل الدوائر الفاتيكانية اشتغلت وافتكروا ان هذه مرة وبس، ولكن قد هيك أعطت نجاح أني يعني أصبحت شغلة منتظمة. كل سنتين ثلاثة بقوا يعملوا هاللقاء، وكنا بنشوف أن هالشبيبة فعلا كان بيركضوا عشان يسمعوا كلام البابا، وعددهم كان بيزيد، وصلوا للمليون والاثنين مليون والخمسة مليون في الفلبين. وبنشوف أن حياة الشباب بتتغير يعني بعد ما يرجعوا كتير بيكونوا متحمسين وبدهم يخدموا الكنيسة، وفي كتير منهم بيدخلوا في الحياة الرهبانية أو الكهنوتية، بيشعروا أن ربنا دعيهم أن هن كمان عندهم رسالة يقوموا بيها. أصبح بالنسبة لهم هذه فترة مفصلية لحياتهم الشباب. إن شاء الله هذا الحدث العظيم في تاريخ كنيسة الفريد من نوعه الجامعة الكاثوليكية أن يكون دعوة إلى العالم حتى تقوى فيه قيم الإيمان، قيم الرجاء، قيم المحبة، أن يكون نور. بهذا يعرف الناس أنكم إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا، بهذا أنتم كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. إذن دعوات الإيمان هي دائما دعوات قداسة. إن شاء الله عالمنا الذي أن في الحروب، في الظلم، في الإجرام، في هذا القتل، في الأسلحة اليوم،
عالم عربي من شمال وشمال أفريقيا إلى مصر إلى سوريا إلى فلسطين إلى لبنان، في حرب في ألام في عنف في إرهاب، إن شاء الله هذا التقديس يغير لك غير منظر العالم حتى يتوجه صوب الله وصوب أخي الإنسان حتى تكون الأرض أكثر كما قال يوحنا بولس الثاني. نحن بنصلي كمان معليش صلاة اللي صلاها في القنيطرة في 6 أيار 2001، صلى صلاة لأجل السلام في كل الشرق الأوسط، إن شاء الله بشفاعة القديس يوحنا بولس الثاني يأتي السلام إلى أرضنا ويكون أرضنا كما هي في قداستها وفي تاريخها أرض مقدسة وأرض السلام، أن تكون أيضا مفتاح إن شاء الله للسلام في العالم أجمع. بيقولوا لنا البابا وين كلمتين أنا بحب وجهها للشبيبة، البابا يوحنا 23 اللي بإلهام إلهي دعي للمجمع المسكون الفاتيكان الثاني اللي كان هو ربيع الكنيسة. بدي أقول للشبيبة أنه هن ربيع الكنيسة، هن ربيع لبنان، هن ربيع العالم العربي، شبيبة ككل ولكن شبيبة المسيحية بنوع خاص، مطلوب يكونوا ربيع الحياة الجديدة في لبنان والشرق الأوسط، ربيع السلام، ربيع الأخوة، ربيع التعاون، ربيع التضامن، ربيع اللي بينفي كل شيء اسمه شتي، شتي العداوات، شتي الحروب، شتي النزاعات. وبدي اعتبر انه هالكلمة موجهة لإلهم من البابا يوحنا 23، والبابا يوحنا بولس الثاني هل داعي من اول يوم برسالته كحبر على كرسي روما، داعي نفتح قلوبنا، ابوابنا، ابواب القلوب والعقل، ابواب حياة العائلة، ابواب الحياة الوطنية، ابواب السياسة، التجارة، الاقتصاد، الاعلام، الثقافة، فتح الابواب للمسيح. الشباب، عمر الشباب هو عمر انفتاح القلب، انفتاح العقل، انفتاح الضمير للمسيح، هل هو بشبابه وبشبابه برير أن يكونوا شهود المسيح اليوم لكل هالأيام الجديدة. واختاروا هن على كل حال لإلهم كلمة يوحنا بولس الثاني، شرعوا الأبواب وجاوبوا شرعنا الأبواب. فتحت لي طلبت السعادة بوفرة منحت لي، قدمت لك ذاتي بحلو قبلتني، لا مثل لك يا إلهي. قرأت بابك بفرح فتحت لي، طلبت السعادة بوفرة منحت لي، قدمت لك ذاتي بحلو قبلتني، لا مثل لك يا إلهي. انحناءك علي ما أعمق، نزولك إلى أعماق ما أعذب، صوتك يشفي جراحي، لا يا إلهي. لم يعرفني أحد مثل ما عرفتني، لم يغمرني أحد مثل ما غمرتني، لم يغمرني أحد مثل ما غفرتني، لا مثل لك يا إلهي. لم يعرفني أحد مثل ما عرفتني، لم يغمرني أحد مثل ما غفرتني، لم يغفرني أحد مثل ما غفرتني، لا مثل لك يا إلهي. حماك علي ما أعظم،
بعدي عنك غرقت في خطيئتي، أسرعت إلي تبعت خطاتي، أعطيتني حبك أنعشت حياتي. غرقت في خطيئتي، أسرعت إلي تبعت خطاتي، أعطيتني حبك أنعشت حياتي، لا مثل لك يا إلهي. حذاءك علي ما أعمق، نزولك ينهي الاحتفال بالقداس الإلهي، وقبل ما يطلي صلاة افرحي يا مليكة السماء ووجه كلمته بنهاية الاحتفال المهيب. يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين يلي أعلنا قديسين أكيد رح يشفعوا بالمسيحيين بالشرق الأوسط، وبنعرف أنه البابا فرانسيس في كتير ملامح بطريقة أدائه وإدارته للكنيسة من البابا يوحنا الثالث والعشرين. وبيقول الكاردينال كابوفيلا أمين سره للقديس البابا يوحنا الثالث والعشرين أنه على شوي صغيري البابا فرانسيس كان ليختار اسم يوحنا الرابع والعشرون تيمنا بيوحنا الثالث والعشرين. إذن البابا فرانسيس من خلال الامتياز يلي منحه بإعلان قداسة البابا يوحنا الثالث والعشرين من دون الحاجة إلى إثبات أعجوبة تانية، هو تأكيد على أنه أعمال الإنسان هي أكثر من شاهد على نجاحه وعلى قربه من الله. قداس البابا بينهي القداس. concede questum domine opacalis perceptio sacramenti continua in nostri mentibus perseveret per Christum dominum nostrum. نحن يا رب قوة هالسر الفصحي اللي قبلناه وتابع عملك فينا للحياة. إذن البابا من بعد ما تلا بوجه كلمته قبل تلاوة صلاة افرحي، أخوتي وأخواتي قبل ما ننهي عيد الإيمان بتمنى أني أحيي وأشكر كلكم، بشكر أخوتي الكرادلي والأساقف العبيدين والكهنة اللي أجوا من كل أنحاء العالم. La mia riconoscenza va alle delegazioni ufficiali di tanti paesi, venute per rendere omaggio ai due pontefici che hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace.
إنماء الشعوب والسلام. وشكر خاص للسلطات الإيطالية على تعاوننا القيم والوثيق. Con grande affetto saluto i pellegrini dei diocesi di Abrashiyatai, Bergamo e Cracovia. Carissimi Azei, onorate la memoria dei due santi papi, carmo tascar il Baba Wain il Edisain, utba'u bi amani ta'alimun. Sono grato a tutti coloro che hanno preparato queste giornate memorabili. يلي ما بتنسى أبرشية روما مع الكاردينال فاليني بلدية روما مع رئيس إنياسيو مارينو القوات الأمن والمنظمات العديدة والمؤسسات والمتطوعين الكسر شكرا لكم كلكم Il mio saluto تحيتي. va a tutti i pellegrini in piazza San Pietro nelle strade adiacenti المجاورة e بأماكن عديدة بروما كمان لكل الأشخاص يلي اتحدوا فينا بواسطة الإذاعة والتلفزيون وشكرا للمسؤولين ولا عمل وسائل الإعلام يلي عطوا الإمكانية لأشخاص كتار يشاركوا للمرضى وللمسنين تجاههم الإديسين الجديدين كانوا بصورة خاصة أقراب بيوصل لهم تحية خاصة مني وهلأ نرفع الصلاة لمريم العذراء يلي قال ماريو يوحنا الثالث والعشرين وماريو يوحنا بولس الثاني حبوها كأبناء أعزاء حقيقيين لإلها إذا البابا شكر الكل ما نسي الأشخاص يلي ما قدروا يروحوا على روما وعلى إيطاليا وتابعوا هالحفل من خلال وسائل الإعلام بوجه تحية كبيرة للإعلاميين ولكل الأشخاص يلي ساهموا بإيصال هالصورة البابا بيتوجه أمام تمثال مريم العذراء لتلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء إذن بعد تلاوة صلاة وترنيمة افرح يا ملكة السماء قديس البابا بيطلي الصلاة الأخيرة ومن ثم بيمنح البركة الرسولية للمشاركين بالاحتفال يا الله يلي قبلت انه تبهج العالم بقيامة ابنك الوحيد نطلب منك انك تبلغنا بحياة الابدية بواسطة امك مريم البتول بربنا يسوع المسيح المجد للاب والابن والروح القدس كما كان في البدء والان وعلى الدوام والى ابد الابدين امين Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidebus et fontis, requiem aeternam domine. الراحة دائما أعطهم يا رب ونورك الأزل فبدع لهم. Requiescant in pace. فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. أمين.
قداسة البابا يحمل عصا الرعاية. ساكن في تاريخنا، في ماضينا حاضرنا، في وديالنا جبالنا، في نهارنا وليلنا. ساكن في أناشيدنا، في أحزاننا أفراحنا، ساكن في ساحاتنا، يمشي معنا في دروبنا. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك املك علينا، واجعلنا شهود حبك. ساكن في خطواتنا، في أيدينا عيوننا، شفاهنا أصواتنا، في أعماق قلوبنا. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك اغلق علينا، واجعلنا شهود حبك. نعلن للأرض كلها رجاءنا، إيماننا بك، ننشر بقوة روحك حبك ورحمتك. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك اغلق علينا، واجعلنا شهود حبك. ساكن في تاريخنا، في ماضينا حاضرنا، في وديالنا جبالنا، في نهارنا وليلنا. ساكن في أناشيدنا، في أحزاننا أفراحنا، ساكن في ساحاتنا، يمشي معنا في دروبنا. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك اغلق علينا، واجعلنا شهود حبك. ساكن في خطواتنا، في أيدينا عيوننا، شفاهنا أصواتنا، في أعماق قلوبنا. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك اغلق علينا، واجعلنا شهود حبك. نعلن للأرض كلها رجاءنا، إيماننا بك، ننشر بقوة روحك حبك ورحمتك. ربنا يسوع ادخل قلوبنا، لقد شرعنا لك أبواب حياتنا، ملك الملوك اغلق علينا، واجعلنا شهود حبك.
صحيفة اليوم، جريدة، أخبار الساعة، جريدة. نملنا مول معروف لنشوف شو فيه. جاك، شو الأخبار يا زلمة؟ عم بيصلكم شيء؟ الجراد واصل وعم بيهددوا مناطق الشمال والجنوب. صرختهم طلعت من زمان، رح يقضوا علينا. واضحة خيي، ما بدنا نحكوا فيها. يا إلهي، هيت يا عمي هيت، جوزي موصيني إذا شفتك جيب له الجريدة. كيفو خليل؟ كيف صار جرحه؟ الحمد لله بلش يلحم، بس مش عم لحق لهالولاد. الله يساعدني. يا الله يا الله، وين بدنا ندفن؟ لك وين بدنا نروح؟ ما بقى لنا مطرح يا جماعة، مصيرنا الموت. لك الموت ضبط بوهربوا وين ما كان إلا ما تلاقوا. لوين؟ كلهم حاصر، قربت نهايتنا، خلاص ما في أمل. بالصف بالصف يا عيني بالصف، عملي معروف بالصف تا ما ضيع بالطلبيات. اتفضلي الغفان إلى عايدة. شو هولي إلين؟ يا شفيق الغلا قتلنا، مشيني دخيلك. كله غلي تحت القصف والقناص، عم روح عمنن. طحين أغلى من اللحم بأياما. وحياة الله، هيدا كل اللي معي، دخيلك ولاتي ناطرين اللقمة. الله يساعدنا. اللي بعده كعكة عمو المعروف. وحدة طالبة انت؟ يلا هدي عمو. اللي بعده ما خلوني فل من المطبعة، هريبة جيت لعندك، اشتقت لك. أنا كمان. أخذوا نعيم مع العسكر وكل الشغل علي. لك أخ، الله بيعرف أنت جاي دوري. شوفك بالليل حبيبي. الليل؟ بالليل منكون صرنا عند خالتي، اجوا الباسبورات. مسافرة؟ مسافرين؟ يعني خلص؟ خلصنا؟ وأنا وإنت؟ أنا وإنت؟ ما في أمل. اللي نازلين. أكيد هالمشهد المرعب يلي شفتوه هو مش حتى نضيع الفرحة تبع النهار، بالعكس بدي تركزوا معي لحظة. هيدا الخوف والحرب يلي شفتوها هلأ على المسرح يلي جسدوا لكم إياها، أول شي بحق لهم تياتر نزقف له زقفة كتير كبيرة. بس حتى نحطكن بالأجواء يلي أكيد أنتوا لاحظتوا أنه ما بتختلف كتير عن أجواء الشرق يلي عم نعيشها هلأ، بس هيدي هي عم نحاول نجسد لكم الأجواء يلي كان عم بعيشها يوحنا بولس الثاني أو كارول فويتيلا قبل ما يكون يوحنا بولس الثاني ببلده. حاولنا نجسد لكم الوضع يلي هو كان عايشه، وكان عنده إذا لاحظتوا آخر الشيء
فكرته كانت المسرح السري يلي كانوا يعبروا فيه عن ثقافتهم وإيمانهم. أكيد هيدا مقدمة للي بعد البريك، أكيد بعد الأكل رح نرجع نحنا ونكون مع سان تياتر عن المسرح السري مثل ما كان يعملها جون بول دو أو يوحنا بولس الثاني أو كارول فويتيلا مع كل الشباب والصبايا أصدقائه حتى يعبروا عن فرحهم. زقفة كتير كبيرة لجون بول دو. متشوقين لحتى نحضر بعد الظهر المسرح السري إخراج يوحنا بولس الثاني بالإذن لحتى ناكل هالأشياء الطيبة. توصيات ضرورية من اللي حملت هالساندويش تقلكن شو رح يصير هلأ بفترة الاستراحة. هلأ الساعة 1:30 تماما، من بعد ما خلص توصيات فورا رح قلكن شو رح يكون عم بيصير. أول شيء بدنا نطلب من كل الجامعات يلي جاي بفانات بباصات وسكرت مدخل الباركينج انه تطلب من السائقين انه يفتحوا هذا المدخل. ثاني شيء هذا وقت رح يكون لحتى نكون عم نتغدى، ستاندات الغدا موجوده برا مع سوبر شتروم، فينا ناكل اشياء طيبه قد ما بدنا. في المكتبه الروحيه كمان فينا نستفيد منها. مطلوب منا انه نكون بهيدي الصاله بالبلاتيا الساعة 3 تماما، الساعة 3 تماما نكون عم ندخل إلى هالصالة لنتحضر لبعد ظهر ملان بالمفاجآت. بدعيكم تبعتوا ورا كل أصحابكم بوسائل التواصل الاجتماعي. بعد الظهر رح يكون في وقت كتير مميز، مسرح السري مع جون بول دو. أول شيء عنا نص ساعة مباشرة على التلفزيونات كتير مميزة ورائعة، بعدين عنا القداس الإلهي ورح نختم باحتفال ختامي وثلاث هدايا مميزة لكل شخص شارك بهذا النهار ياخدها معه زوادي لحتى نعيش ثمار هذا النهار. بدي أطلب منكم فورا نطفي جميع الشمعات إن كانوا على الأرض أو على الكراسي، ننتبه لحتى ما يضلوا أبدا ولا يوقعوا على الموكات ولا على الكراسي. الرب يبارككم جميعا. ساعة 3 تماما منكون بقلب القاعة، منبلش نفتح الأبواب ابتداء من 3:45. ربي بارككم. جينجل مفاجأتنا كلها بعد الظهر. ساكن في تاريخنا في ماضينا حاضرنا في وديالنا جبالنا في نهارنا وليلنا. ساكن في أناشيدنا في أحزاننا أفراحنا، ساكن في ساحاتنا يمشي معنا في دروبنا. ربنا يسوع كل قلوبنا لقد شرعنا لك أبواب حياتنا. ملك الملوك أملك علينا.